السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. أنا هاني فرج من قناة شفرلي مصر على اليوتيوب. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية شفرلي دبابة موديل العربية 2013 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله هنستعرض بالفيديو العربية مع بعض، وبعدين هقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. على فكرة العربية فابريكا بره وجوه بدون جرام بويا واحد. العربية فابريكا على فكرة بره وجوه، الموتور بتاعها بحالة ممتازة، وآلات الجر والشاسيه والكورونا بحالة الزيرو، العربية ما فيهاش أي مشاكل. زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو العربية فابريكا ما عليهاش أي دهان نهائي. زي ما حضراتكم شايفين العربية على فكرة فيها طبلية خشب، دي الطبلية بتاعت العربية. هنشوف الدواخل بتاعت العربية لان دواخل العربية فابريكا ما عليهاش دهان نهائي. زي ما حضراتكم شايفين العربية فابريكا دواخل، على فكرة العربية ما عليهاش دهان نهائي لا من الداخل ولا من الخارج. هنشوف الجنب التاني بتاع العربية مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين العربية فابريكا والكاوتش بتاعها جديد، وزي ما قلت لحضراتكم الشاسيه بتاع العربية والكورونا والفتيس حالتهم ممتازة. ودي دواخل العربية من الباب التاني. زي ما حضراتكم شايفين العربية فابريكا بالكامل. على فكرة زي ما بقول لحضراتكم دايما متوفر البيع كاش وبالتقسيط. الطبلية بتاعت العربية خشب زي ما حضراتكم شايفين. العربية على فكرة مرور الأليوبية، كل العربية فابريكا بدون جرام بويا واحد على العربية. دي عربية شفرلي دبابة موديل العربية 2013، العربية فابريكا بالكامل بره وجوه بدون جرام بويا واحد على العربية. العربية فيها رخصة منتهية من شهر 5 اللي فات 2021. العربية مرور الأليوبية، على فكرة العربية زي ما قلت لحضراتكم حالتها فابريكا. سعر عربية شفرلي دبابة موديل العربية 2013 سعرها 205000 جنيه. سعر العربية 205000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-2855-9920. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-2855-9920.